مساء الخير مشاهدين حلقة جديدة من همزة وصل النهاردة الأربع 14/5/2015 وحلقة جديدة من همزة وصل هنفتح فيها النهاردة ملف مهم جدا تقريبا بيهم 6.5 مليون مواطن والملايين الآخرين تقريبا 13.1% دي نسبة العاطلين في مصر. نسبة العاطلين تقريبا معظمها بتتركز في الشباب القدر وده لأنه الشباب في مصر بتشكل نسبته 60%. قرار كان من الحكومة في ظل إطار يعني القانون الجديد أو السياسة الجديدة بإعادة الهيكلة للمؤسسات الحكومية وهو تقنين التعيينات في المؤسسات الحكومية. فإلى أي مدى هيأثر هذا القرار على يا ترى زيادة عدد البطالة ولا على العكس هيكون لي مردود تاني؟ وليه كتير من أجدادنا وأبائنا كانوا دايما كلهم بيحرصوا على أنهم يتعينوا في القطاع الحكومي؟ وليه ناس كتيرة من الجيل الحالي بتصر برضو أنها تتعين في القطاع الحكومي؟ هل يا ترى على أنه بيكون فعلا ضامن شغلة طول عمره حتى لو ما كانتش بتلبي رغباته واحتياجاته المادية لكن يعني بيتلبي حاجاته في الاستقرار فقط؟ هل يا ترى هي دي متطلبات الجيل الحالي والسياسة الحالية لمصر؟ إلى أي مدى السياسة الحالية للإدارة الحالية هتحل مشكلة البطالة؟ مشروعات الضخمة الميجا بروجكتس اللي بدأت فيها الحكومة المصرية مشروعات كبيرة بعد مؤتمر مصر المستقبل ونجاحه، المشروعات دي كلها والاتجاه للاستثمار ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية، كل دي سياسات لعشرين ثلاثين لحل مشكلة البطالة والانطلاقة الاقتصادية لدخول بمصر في مرحلة مختلفة تماما وأكيد لحل هذه المشكلة المتناوية. سؤال حلقتنا النهاردة من همزة وصل هو كيف تتمكن الحكومة من القضاء على البطالة بعد قرار تقييم التعيينات في الحكومة؟ نتواصل معاكم من خلال همزة وصل اي جي على فيسبوك وايضا على تويتر، نتواصل معاكم ايضا على سكايب ومن خلال تليفوناتنا اللي هتكون موضحة حالا على الشاشة 1451 و09900451. هنستنى مشاركاتكم ومقترحاتكم وهنتواصل معاكم مع كتير من الخبراء عشان نشوف موضوع حلقتنا النهاردة وملفنا، لكن خلينا نتابع التقرير اللي جاي ونبدأ حلقتنا النهاردة. علاقة طردية تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة في مصر، فمع انسداد قناة التوظيف في القطاع العام أمام المواطنين ترتفع معدلات الفقر والبطالة بحسب الخبراء والمتمثلة في تخفيف الضغط على الموازنة وتقليص العجز. قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وضع مجموعة من الضوابط والشروط للتعيين في الوظائف الحكومية، وأبرزها أن يكون التعيين بموجب قرار صادر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة. كما يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليها الوزير المختص، وأن يكون ذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات والشروط المتعلقة بالوظيفة. وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي شدد على أنه لا تعيينات جديدة في الحكومة بدون الإعلان عن مسابقة رسمية بما في ذلك التعيينات الخاصة بأوائل الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه. وفي المقابل يرى الخبراء أنه يتعين على القطاع الخاص تطوير أدائه ونشاطه وتصوراته المستقبلية بشكل كبير من خلال تحسين نمو الاقتصاد ليفتح المجال أمام طالب العمل لخلق أكبر عدد ممكن من الوظائف وتخفيف الأعباء على القطاع العام.
سؤال آخر طرحه تقرير: كيف يمكن خلق عدد أكبر من الوظائف وتخفيف العبء عن كاهل المؤسسات والهيئات الحكومية؟ هنتوجه دلوقتي لمجموعة من تعليقاتكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي مع آلاء. إليك آلاء. شكرا حنان وأهلا بكم مشاهدينا. بعد قرار الحكومة بتقنين التعيينات في المؤسسات الحكومية، إذن كيف يمكن مواجهة البطالة؟ من خلال الأراء التي وردت إلينا حتى الآن من مشاهدينا، فمعظم الأراء التي وردت إلينا تعول كثيرا على دور القطاع الخاص وتطالبه بمنح المزيد من فرص العمل للشباب، وأيضا منح الشباب خبرة من خلال بعض الشركات لتمكنهم من العمل في القطاع الخاص. نتعرف معكم الآن على مجموعة من الآراء والتعليقات التي وردت إلينا، ونبدأ مع إسلام رسلان وهو يتابعنا من السعودية. يقول: للقضاء على مشكلة البطالة لابد من توافر مجموعة من الحلول، وأهمها أولا صارم من الرئيس والبطالة مثل قانون محاربة الإرهاب، وثانيا إلزام الشركات بتدريب الشباب على الخبرة بدل من اشتراطها شهادة خبرة، وثالثا قيام الدولة ببناء مشاريع تكون بحاجة إليها، وأيضا نحتاج إلى وعي لدى الجميع. معنا أيضا مشاركة بعنوان ستار سكاي، يقول: أتفق مع منع التعيينات في الجهاز الإداري للدولة مهما كانت التحديات بما له وما عليه، ولابد من وضع القواعد والأسس التي عليها يتم اختيار من يشغل وظيفة إدارية قطاع حكومي مهما كانت، ما هو إلا في مهمة رسمية يحمل فيها اسم مصر، فإما أن ينجح أو يفشل، وفي كليهما له تقدير. معنا أيضا تعليق من مصطفى العسيري، يقول: أول شيء فتح مجال لإنشاء مصانع في كل المحافظات ومحاربة الفساد، وكل واحد يعمل بإخلاص لوجه الله لا غير ذلك. معنا أيضا مشاركة من صديق البرنامج الدائم إبراهيم شريف، يقول: لا مفر للحكومة للقضاء على البطالة إلا بتشجيع القطاع الخاص وفتح المصانع المتوقفة عن العمل، وتشجيع من يطلب العمل من خلال منحه فرص العمل في مجالات مختلفة عن طريق تدريب تحويلي وإنشاء المشروعات الصغيرة بتمويل من البنوك، وأخيرا تشجيع البنوك على دعم الشباب لعمل مشاريع صغيرة تنهض بمصر وتقضي على البطالة التي تزداد يوما بعد يوم. إذن حنان، كانت هذه أول مجموعة من المشاركات التي وردت إلينا. ما زلنا ننتظر المزيد عن كيف يمكن مواجهة البطالة بعد قرار الحكومة الجديد بتقنين التعيينات. إليك حنان. شكرا لك إلاء، وبنشكر كل مشاهدينا اللي شاركونا وتواصلوا معنا، وبنتواصل مع مجموعة أخرى من الخبراء والمواطنين عشان نفتح معاهم ملف النهارده. ليه التخوفات زادت ربما بعد هذا القرار؟ اللي منهم نسبه كبيره جدا ممكن كانوا بيتمنوا كلهم او بيعتمدوا ان هم يتعينوا زي ما بنقولوا في الحكومه. معنا للهاتف الاستاذ كمال ابو عيطه، وزير القوى العامله السابق، سياده السفير دكتور جمال بيومي، امين عام اتحاد المستثمرين العرب، دكتور سعيد صادق، استاذ اجتماع سياسي. ابدا معك يا استاذ كمال، ويعني برايك الحل ده ممكن تشوفوا انه دي سياسة دولة، وفي دول كتيرة جدا في العالم بتتبع هذه السياسة، وانه الشباب والخريجين ما بيكونوش بيعتمدوا على تعيينهم في الحكومة بشكل كبير. بوجهة نظرك، هل هذا القرار سيؤدي لزيادة البطالة، ولا هيساعد بالعكس على تقنينها واتجاههم لاتجاهات اخرى؟ طب اسمحي لي الاول ان هذا القرار اصلا قرار، هو ما فيش تعيينات في الحكومه، لا توجد تعيينات في الحكومه. اللي موجود دلوقتي حاجه ضئيله جدا، خاصه بتعيينات اوائل الخريجين في الجامعات، ودي نسبه بسيطه جدا جدا لا تحل مشكله طوابير البطاله التي تزداد يوما بعد يوم. انا بعد اذنك، انا تصوري حسب افكاري دافع عنها ودافعت عنها في كل مراحل حياتي، ان الدوله المصريه دوله ذات طبيعه خاصه تختلف عن كثير من الدول. الدولة المصرية في تطورتها هي دولة متدخلة في العملية الإنتاجية، متدخلة لنصرة الأطراف الضعيفة في العمل. الاستثمار سواء المصري أو العربي أو الأجنبي له تقدير، بس لا يوفر احتياجات سوق العمل المصري. أي مستثمر في الدنيا، وأنا وإنتي والمشاهدين
والمستمعين لو بيستثمروا الآن بيبحثوا عن الربح والربح السريع، وده عادة ودي طبيعة لا أنكرها عليه ولا أغمض عليه حقه أنه يبحث عن الربح السريع. في ضوء البحث عن الربح السريع بيبحث عن وسائل استخدام أدوات وتكنولوجيا عالية توفر عمالة، بمعنى تتيح فرصة للتكنولوجيا أنها تدخر عمالة وبالتالي توفر أجور. يعني حضرتك مع المخاوف اللي تزايدت بعد هذا القرار من بعض الشباب؟ أنا مع التخوف ده، وأصلا مع الآتي، أن الدولة المصرية تقوم بدورها التاريخي في التدخل في العملية الإنتاجية ببناء مصانع كثيفة العمالة، وده الاقتصاد الوطني اللي نقدر نستند عليه جنبا إلى جنب مع الاستثمار، وده اللي هيتيح فرص إنشاء. هو ده برضو يعني أستاذ كمال، هو ده بيحصل دلوقتي في إعادة فتح المصانع المغلقة والاتجاه ل ما هو الاستثمار إن احنا برضو نفتح أكيد مصانع مش بس شركات، يعني إنه دي في الخطط الاستثمارية وفي في دمياط دلوقتي، لا في الخطة الجديدة من مشروعات مصر المستقبل حضرتك راجع إنه هيقام مصانع للأثاث وإنها تبقى مدينة متكاملة للأثاث، ويعني فعند حضرتك حق الاتجاه ل أنا مع مدينة أساس في دمياط، ومش كده وبس، ولازم ترتبط بوقف ودعم حماية صناعة الأساس في مصر طبعا، ووقف الجمارك والتهريب وغيره في الصناعات بالذات اللي ليها مثيل في مصر. أنا مع دوت وبأيد فكرة مدينة الأساس في دمياط، لكن مع التوسع، مع التوسع في إنشاء، إحنا العدد الكبير اللي في الحكومة ده كان وفق جه نتيجة إن الدولة كانت متدخلة وبتنشئ مصانع. الآن وبعد مرور 40 سنة وبعد سياسة الخصخصة وقفل مصانع وبيع مصانع وتخريب وتخسير مصانع، لابد من إعادة النظر في السياسات اللي قمنا بها من سنة 74 لحد النهاردة، والدولة تتدخل لإنشاء صناعات واقتصاد وطني. أولا هيعمل عدة حاجات، هيوفر احتياجاتنا، ثانيا هنصدر منه ويوفر عملة صعبة، ثالثا هيعين ولادنا. الاستثمار الخاص والأجنبي والاستثمار بشكل عام لا يركز على مسألة التوسع نعم. في تعيينات وصلت الفكرة نعم. الدولة. نعم. وصلت الدولة الفكرة المتعين. أستاذ كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، أتوجه لسعادة السفير دكتور جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب بعد التحية. اتجاه الدولة الحالي للاستثمار والابتعاد إلى حد ما عن كادر الحكومة زي ما كنا بنسميه زمان، والابتعاد عن الميري وما إلى ذلك، كيف ترى ذلك؟ واتجاهنا أيضا للتعليم الفني اللي بتقوم عليه دول كتيرة زي ألمانيا، وحضرتك طبعا ليك تجربة أيضا كبيرة في ألمانيا، وكيف ترى ذلك؟ أرى أن ده قرار جريء قبل تكون نعم. له شعبية، وأنا مقدر مخاوف الأستاذ كمال أبو عيطة طبعا، إنما إحنا للأسف بالغنا في حشو الحكومة ببطالة مقنعة نعم. ويكفي الرقم الكارثي إن الدولة فيها 7.2 مليون موظف، وإحنا محتاجين 10% منهم نعم، وزي ما حضرتك بتقول بطالة يعمل مقنعة في الحكومة نعم. واحد بيعمل وتسعة ما لهمش لازم نعم. فده دي كارثة، والحكومة وجود بطالة طبعا اضطر تعين من أن لآخر. طبعا أنا أدي مع واخد ماجستير، وأنا عندي حاجات شخصية مرة تعين، وعفين برضو عشرات أو بعض المئات اللي واخد ماجستير ولا اللي واخد دكتوراه في أوائل الدفعات، إنما ده كل ده أنا لو ابني بيقولوا تعالى تعين في هذه النوعية بضحك عليه وبضيع له مستقبله، لأن الأجر الحكومي متدني، هياخد الحد الأدنى للأجور تفرغ، انما العمل الحقيقي هو اللي احنا بديناه دلوقتي. ومش مدينه اساس دمياط، انا دمياطي ونجار بالمناسبه لا، وهم دمياطه مش هيعجبهم يشتغلوا في مصانع، هو في دمياطي يرضى يشتغل في الحكومه برضه، اتعلموا الاقتصاد الدمياطي 30,000 ورشه، هنا بقى دور الصندوق الاجتماعي، دور البنوك او تقرض، عشان الدمياط بتتضاعف عشرات المرات، وان مدينه الاساس تكون قائمه على أذرع وأدمغة الشباب مش الحكومة. اثنين، نيجي لنقطة ثانية، الوقت الدولة، وفعلا لما بدينا بالمشروع الضخم جدا قناة السويس طبعا. هي قناة السويس دي مش هتستوعب مليون طبعا. وظيفة ومحور قناة سواء في عمليات الحفر أو ما يترتب عنه من الثروة السمكية والأقفاص، ما يترتب عنه من الصناعات الغذائية، الزراعة، الصناعة، منطقة التخزين في ميناء دمياط نعم، مركز اللوجستي العالمي لتخزين الحبوب الغلاف، دولة تساند المثلث الذهبي البني الأساسي. أما ورشة نجارة الدولة تمولها دي ما مش
هيبقى بنكسب على نفسنا أكيد تاني. أكيد طبعا. بالتالي يا ليت الدولة تركز بناء الطرق. لما الرئيس قال لك هنعمل 4000 كيلومتر طرق، ده هيخلقوا كام ألف وظيفة؟ سعادة السفير، دكتور جمال بيومي، أرجو أن تبقى معنا. فاصل ونواصل مشاهدينا، همزة وصل ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا، بنواصل معكم همزة وصل النهاردة، وموضوع حلقتنا سريعا هو كيف تتمكن الحكومة من القضاء على البطالة بعد قرار تقنين التعيينات في الحكومي أو القطاع الحكومي. وكان معنا مجموعة من الاتصالات الهاتفية، كنا مع سعادة السفير دكتور جمال البيومي الأمين العام للمستثمرين أو الاتحاد المستثمرين العرب. سعادة السفير، يعني دلوقتي في جزئية مهمة جدا، هو اتجاهنا والحمد لله أخيرا بقوة خلال هذه المرحلة للتعليم الفني لما له من أهمية، وبتقوم عليه يعني حضارات ودول كبيرة جدا، منها ألمانيا، الدول يعني من أهم الدول الصناعية في العالم اللي بتهتم بالتعليم الفني. فكيف ترى هذا الاتجاه؟ والله بما أنك قلت ألمانيا، يعني كتاب عظيم عن ألمانيا وبيتكلموا عن الأبطال المستثمرون في نهضة ألمانيا، من هم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، هي اللي صدرت 80% من صادرات ألمانيا لما كانت ألمانيا أكبر دولة مصدرة في العالم من 2005 ل 2009. لكده أنا بقول دايما أنا فخور بالتجربة الدمياطية، تجربة في دمنهور والسجاد، أسيوط برضو والحرير، المحلة الكبرى إلى آخر المحلة الكبرى طبعا. فلنتوسع فيها. وأنا سعيد جدا فعلا بتعيين وزير مخصوص للتعليم الفني. ولو تشوفي مدرسة دمياط الصناعية والمدارس التعليم الصناعي كان بيعمل إيه، شيء يهني القلب. أنا من فترة كنت في رأس البر، وواحد بيبص على المباني بيقول لي أنا مهندس مباني. قلت له ما شاء الله بتشتغل فين؟ قال أنا بشتغل نجار مسلح. مهندس مباني خريج هندسة بيشتغل نجار وحداد مسلح. قلت له ليه؟ قال لي بيكسب أكتر. بس هي يمكن دي متطلبات السوق بالظبط، هي تغيير الثقافة دي حاجة مهمة جدا في المرحلة دي. هيفخر قوي يقول أنا أصلي نجار مسلح ولا حداد مسلح. بالظبط، عاوزين الناس تفخر بالعمل اليدوي. وانا بقولها وانا سفير ان انا لا يوجد عمل يدوي لا امارسه. وتم اخيرا كمان يا فندم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وبين المعهد التقني التكنولوجيا المعلومات الصيني، فدي برضو بدايه قويه جدا، تدريب الكوادر المصريه في الصين وفي المانيا، فدي حاجه مهمه جدا. مصر كانت بتحضر من فترة 10 سنوات وأنا كنت يعني في داخل هذا المطبخ لتنمية الثروة البشرية المصرية، إن عاوز الشاب يتعلم مهنة يستطيع منها إنه يكسب عشرات أضعاف اللي قاعد على مكتب في مبنى حكومي. صح. وإن شاء الله نحيي هذا، وبفضل الوزارة الجديدة نقدر نحييه، بحيث يبقى عندي لما أقول نجار يبقى على المستوى العالمي، بنا على المستوى الكهربائي الى اخره. عارفه ده هيمتص ايه كمان؟ نعم. انا عندي فرصه بموجب اتفاق المشاركه الاوروبيه اني اصدر عماله الى اوروبا واصدر عماله للخليج. نعم، بس عماله مدربه، مش عماله بتركب مراكب، عماله مدربه، انا عاوز عماله مدربه. بالزبط. لان البنا اللي احنا نعرفه انا وحضرتك اللي بيبني بالطوب، لا في حاجه اسمها حوائط سابقه في التجهيز. بالزبط. وفي ميكانيكا مختلفه وكهرباء مختلفه، بشيء من التدريب الذي لا يستغرق اسابيع أقدر أخذ بسهولة 1,000,000 وظيفة في الخليج ونص 1,000,000 وظيفة في أوروبا. صح. بفضل التعليم المهني. وصلنا الشباب قدراتهم المهنية ويحتاجوا بالضبط، يعني يكون عندهم صبر ووعي ان هم فعلا يدخلوا في هذه المرحلة، يكونوا مستعدين للتدريب. سعادة السفير دكتور جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، نشكر حضرتك جدا. أتوجه لدكتور سعيد صادق أستاذ اجتماع سياسي. دكتور سعيد، معادلة صعبة بين يعني المتطلبات والتحديات الاقتصادية ومتطلبات والتحديات الاجتماعية، ثقافة المجتمع تجاهنا في هذه المرحلة أو إلزامية إن احنا نتجه للتعليم الفني،
تغيير الثقافة اللي بنقول عليها، انه لما بنكون في اوروبا او في المانيا او في اي مكان بيقول لك انا نجار انا سباك وما بيتكسفش، هنا الثقافة عندنا مختلفة والمعادلة قد كده صعبة. كيف تعلق؟ شوفي، اولا القرار اتخذ اللي هو حتى طويلة الوقف التعيين في الحكومة هو قرار اقتصادي صح. اولا احنا عندنا تضخم في الاجور، عندنا تضخم في البيروقراطية الحكومية اللي هي كمان غير كفي، حتى مثلا في كفاءة ناس مبسوطة مثلا، انما بتلاقي الشغل اللي ممكن يعملها واحد بيعملها 20، فيكون النتيجة انهم يعطلوا عشان يحسوا باهميتهم وما بتتحل ما بتتعملش صح برضه يا دكتور. بالضبط. وبعدين المرتب طبعا يعني المرتب جيد قديل واحد هقسمه على 20، فكله طبعا بيشتكي فينتشر الساد من بجميع انواعه، اللي حتى الرئيس السيسي تحدث عنه في خطابه الاخير. اذا القرار الاقتصادي ان انا اوقف التعيين هو من ناحيه الصحيحه في مكانه. نرجع نلجا الان بقى البعد الاجتماعي. طيب لازم يبقى فيه معيار للكفاءة. كوني أن أتعين مش معناه أن أنا كده أبلص وأشتغل أو ما أشتغلش والثبات ومساءلة بحيث أن يبقى عندي حكومة كفء. الحكومة التكنولوجيا، الحكومة السمارت، الحكومة الذكية لازم تتعمم وتبقى قوية، وده في مراجعة، اللي هيشتغل يقعد، اللي مش هيشتغل يمشي. إنما ما نقدرش إنها تبقى الحكومة بتاعتي غير كفء في كل حاجة ويقول لك هتعملوا لي إيه، ما أنا قاعد أنا موظف موظف حكومة كأنها ذكية. بالظبط. هو علشان كده يمكن في شوية غضب زي ما بقول لحضرتك، يعني الاعتماد إنه الميري وإنه استقرار طول حياته فقاعد فيه. يمكن قانون الخدمة المدنية الجديد بشروطه الجديدة يغير برضو كل المفاهيم دي، إنه الكلام ده خلاص كان زمان، وإنه معايير الكفاءة وإنه كل الكلام ده مش مستمر. بالظبط. أنت خلي بالك إحنا في مصر من أكثر الدول اللي عندها تضخم حكومي، تضخم بقطع حكومي، وحتى كل شويه تلاقي عندنا 7 مليون. يعني مطرح بلد زي الصين ما هياش كده، بلاد اضخم يعني اضخم مننا سكانا و ما عندهاش هذا الحجم من يعني خلي بالك ده من التراث الاشتراكي بتاع الرئيس عبد الناصر، ان نعين اي حد عشان نضمن الولاء. فكانت النتيجه طبعا على المدى الطويل احباط، وبقت كل واحد يضغط عشان يجيب قرايبه، والنتيجه انك انت عندك حاجه صعبه، ما تقدريش مره واحده تضغطي على زر وتنزلي 7 مليون دول 1 مليون او 3 مليون، هتاخد فتره. فانت ابتديتي خطوه انك ما بتعينيش، الخطوه اللي بعدها انك تطفطفي تبتدي تعملي غلبله مين اللي هو بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش. يعني ما اقدرش اقعد ادفع مرتبات وبعدين الناس قاعدين بيعوقوا العمل. طب مفيش رقابه، موازنه الدوله بتتحمل ملايين او مليارات، وفي النهايه بتبقى ملهاش اي مردود. الزبون دائما على حق، الزبون هنا هو الشعب، الشعب مش راضي عن الحكوميه، بيروح حته يلاقي 500 واحد وده عايز بقشيش وده عايز نصيبه والا ما يخلصلكيش الشغل. فطبعا هذا الوضع لازم يتغير. انت في مع الخطوه دي يبقى طبعا في خطوات تعليم وتدريب، ايضا تشجيع القطاع الخاص ان هو يبقى اكبر مشغل، ان انا ما اقدرش ان انا افضل طول الوقت ان انا بشتغل الناس. يعني ده كان فكر قديم في الستينات، خلاص احنا ما نقدرش نفضل عايشين دي بهذا الحجم، ومفيش دوله في الدنيا حد عندها موظفين 7 مليون. طب يعني ده حاجه ما حصلتش، عدد مهول. نعم. القطاع الخاص، الاشغال الصغيره، يعني ممكن نعمل بيزنس صغير، حضرتك بتشوفي كل شويه واحد يهرب، الشغلات الصغيره ومتناهيه الصغر الموجوده في الصين وفي كل الاماكن، اللي بيهربوا في البحر المتوسط هجره غير شرعيه اوروبا، ويعمل لي ويشتغل طباخ ولا بتاع بيدفع 30,000 جنيه، لو هم لموا بعضهم. ما هي دي الثقافه اللي بنتكلم عليها يا دكتور، ان هم هربانين علشان يشتغلوا اي حاجه في دوله اخرى. لكن عموما يعني وصلت الفكره. دكتور سعيد صادق استاذ اجتماع سياسي، ودلوقتي نشوف راي الشارع في موضوع حلقتنا النهارده.
طبعا الدوله نادى على البطاله خصوصا بعد القرار الجديد اللي الحكومه عملته ان مفيش تعيينات لمده 5 سنين. دي طبعا حاجه مزعلانه كشباب طبعا، ولكن هنشيلها من هنا ونحطها هنا. لازم الدوله توفر فرص عمل للشباب اللي هم قاعدين دلوقتي من غير شغل، ان هي تعمل مشاريع اقتصاديه استثماريه سياحيه. اتمنى ان هم ينفذوا اللي اتقال كله في المؤتمر اللي اتعمل في شرم الشيخ. اكيد المشاريع اللي اتعرضت في المؤتمر اللي لو اتعرضت واتعملت ديت واتنفذت على ارض الواقع داخل مصر اكيد هنحل المشكله دي وهنغطي القرار اللي الحكومه طلعته. زائد كمان ان في فرصه مهمه قوي الحكومه ممكن تعملها، ممكن تدي بعض القروض لبعض الشباب ان هم يطلعوا يعملوا مشاريع استثماريه على قدهم، ويقدر الشاب ان هو يشيل نفسه بنفسه. فاتمنى ان الحكومه تنفذ. افتح مراكز تدريب مهني تملى البلد، هشغل النجار وشغل لي الكهرباء وشغل كل صنايع، وكده مش هيبقى في واحد عاطل ولا واحد يشتغل مع الارهاب لانه مش لاقي شغل. هو خلاص الموضوع باب التعيينات اتقفل، لان الجهاز الاداري للدوله مليان مشبع ب 6 مليون موظف ونص يعني، او 7 مليون تقريبا. فالنهارده الحكومه ما عندهاش هتجيب لهم مرتبات منين وهتفضي لهم موازنه منين؟ النهارده ما فيش سبيل الا القطاع الخاص والاقراض والمشروعات الصغيره، هو ده اللي قدام الشباب. الحكومه عليها انها تجتهد في فتح مصانع، في فتح الابواب للشباب بالنسبه للقطاع الخاص، في تشجيع القروض وانشاء المشروعات الصغيره بالنسبه للشباب، وتقدم قروض ميسره ما يبقاش عليها فايده جامده، وتدي فتره سماح للشباب بحيث ان الشاب بعد ما ياخد القرض ويقدر المشروع يمشي يبقى في فتره سماح يقدر بعديها يسدد القرض على مراحل. ننمي المشاريع الصغار الصناعه، صغار الصناع، ان احنا نعلم الشباب صنعه بعد كده نقدر نقوم بيهم دول الاوروبيه. ما نبقاش احنا عندنا ناس متعلمه يبقى عندنا العقول اللي بتفكر وما عندناش حاجه ننتجها، نصدر بقى عقولنا لبره ينتجوا بره ونيجي يبيعوا لنا الحاجه احنا بايه بقى. نغير قانون العمل على اساس ان احنا نبني دوله صناعيه مش دوله احنا نفكر ونحقق احلامنا لغيرنا. احنا تعبانين ان احنا نحقق احلامنا لغيرنا. يعني عندنا مثلا ناس في المانيا عملت مشاريع طاقات متجدده، احنا لو استفدنا بالخبرات دي هنا في مصر هنبقى احسن دوله في العالم. احنا مشكلتنا ان احنا بندي خيرنا لغيرنا. البطاله مش من الشعب، البطاله من الحكومه ذات نفسها والساده الوزراء السابقين قبل كده اللي هم كانوا ماسكين حكومه. يعني ايه بطاله؟ البطاله يعني شباب قاعده. منين الشباب القاعده ومنين مصانع اتقفلت؟ مصنع زي الحديد والصلب اللي اتقفل في حلوان، مصنع زي الغزل والنسيج، النشا وكل جزء، كذا مصنع اتقفل، المصانع دي كانت مشغله مئات الشباب، اتقفلت ليه؟ ايه السبب؟ ما من الحكومه الفاسده، الحكومه لو اتصلحت بمعنى الكلمه هي والوزراء اللي فيها مفيش حاجه اسمها بطاله، المصانع دي لو اشتغلت تاني مصنع زي الحديد والصلب او الاسمنت ده كان مشغل ملايين الشباب، ليه المصانع دي تتقفل؟ معادلة صعبة، والحرب الشرسة اللي بتاخدها مصر دلوقتي على الإرهاب هي أيضا من ضمنها ومن أبعادها محاربة البطالة لعدم استقطاب هؤلاء الشباب لصفوف المجاهدين. علشان كده الحرسة وأبعادها زيادة للوعي أكتر في شباب الخريجين وتغيير الثقافة عشان تتبع التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي احنا فيها في المرحلة دي. معنا أيضا مجموعة من الاتصالات الهاتفية. معنا دكتور وائل النحاس أستاذ التمويل أو خبير التمويل والاستثمار. وأبدأ معك دكتور وائل، يعني بداية كيف ترى قرار الحكومة وقف أو تقنين التعيينات في الحكومة واتجاهنا للمشروعات الميجا بروجيكتس والمشروعات طبعا بعد ما نبدأ تنفيذ مشروعات مصر المستقبل محور قناة السويس وافتتاح قناة السويس الجديدة وما إلى ذلك، إزاي كل ده ممكن يساعدنا على أننا نخفف أو نقلل نسبة البطالة؟ هو بالفعل تقريبا ان الحكومه قدرت انها توفر قبل ما تاخد القرار زي كده اللي هو التراخيص للمشروعات المتوسطه والصغيره بحيث ان تسمح للشباب ان هم يقدروا يتملكوا بعض المشروعات وتحويل بالفعل الاقتصاد الغير موازي لاقتصاد موازي. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الاقتصاد الغير رسمي، عندنا مشكله كبيره جدا. ده بيشغل 40% تقريبا يا دكتور؟ بالفعل 40% وقدر تقريبا الحجم بتاعه حوالي 600 مليار جنيه. 600 مليار بالظبط. الناس دي ما
يدفعش ولا ضرائب ولا تامينات ولا اي حاجه خالص، ولا يعتبر ان هم قيمه مضافه للوطن نفسه. بخلاف كده ان هناك بالفعل بعض الصناعات اللي احنا بنقول عليها صناعات رديئه، انها ممكن انها تضر المستخدمين بتوعها، ما بتقدرش انها تفيدها. ولكن الدوله النهارده حابه تجتذب الناس ده في الاقتصاد الغير الرسمي، عن طريق انها تدخله في الاقتصاد الرسمي، عن طريق طرح الرخص وعن طريق الموافقات ليهم بشركات، وايضا ان هم يبتدوا يشيلوا بقى من على كتف الدوله شويه. فيما معناها ايه؟ ان انا النهارده عندي مشاكل كبيره جدا في النظافه في مصر. لو تم انشاء بالفعل شركات نظافه وتقدر انها تاخد الدور الايجابي بدل الشركات الاجنبيه، اعتقد حلت مشكله وقدرنا ندخلهم بالفعل في طابور العمل، وقدرنا ان احنا ندخلهم كقيمه مضافه للوطن. عندي مشكله كبيره جدا بالنسبه للوطن نفسه او الجهاز الاداري للدوله، بقى النهارده متفاقم بقرابه حوالي 6.5 مليون موظف داخل الحكومه المصريه، وعندي قطاعات اخرى ايضا تعاني من نقص العماله داخلها، داخل ايضا القطاع الحكومي، زي الشهر العقاري، زي وحدات المرور، زي المحاكم، زي المدارس، كل القطاعات دي محتاجه بالفعل عماله. فعلى الدوله المصريه اذا موقفت النهارده بالفعل التشغيل او توظيف العماله في الفتره الحاليه، لازم تعمل عمليه اعاده توزيع مره اخرى التخمه الكبيره جدا داخلها. لازم افرغ النهارده القطاع الاداري الحكومي الزياده عنه، اشوف النهارده معدل اداء ودوران العام. هو ده يمكن اللي بيتخلل خطه اعاده الهيكله اللي بتتولاها وزاره التخطيط بقياده معالي الوزير دكتور اشرف العربي برايك؟ بالفعل هم عايزين يحطوا الاول كود للموظف المصري، يعني كود الموظف المصري النهارده مش ميعاد حضوره 8:30 يروح 8:30 يبتدي يشتغل 9، لا، ميعادك النهارده 8 تشتغل 8:30 وليس العكس. فبالفعل النهارده لما نبتدي نحط الكود للموظف المصري، اول ما يوصل المصلحه بتاعته او الوحده بتاعته هيبتدي يتعامل مع الموظف ازاي، هيقدم خدمه لكام موظف، هينجز قد ايه، هيبتدي يخلص كل طوابير الوقفه في طلب الخدمات او طلب المصلحه بتاعته من داخل هذه الوحده الحكوميه في قد ايه وزمن قياسه دي. احنا شايفين على سبيل المثال شركات الاتصالات الخاصه عندها تقريبا قرابه 40 مليون بالمشترك داخل الخدمه، ولكن اللي بيخدم عليهم هم 4000 فقط لا غير، شغالين 24 ساعه، الخدمه في منتهى التقدم والسرعه ومنتهى حسن الاداء. ولكن لو عكسنا ده على بعض القطاعات الحكوميه نيجي نلاقي ده بشكل سيء. ولكن على الدوله النهارده انها اعاده توزيع مره اخرى التخمه دي من العماله، لان انا لو جيت سميت النهارده الناس دي هل هم بطاله؟ لا، انا باجي اقول الناس النهارده عندي عطاله وليس عندي بطاله، زي ما قلت لحضرتك العطاله بطاله مقنعه. يعني برضو ال 6.5 مليون زي ما حضرتك بتقول ممكن نلاقي انه النص مليون بس اللي بيشتغلوا، وال 6 مليون لا قدرا يعني من غير ما حد يزعل مننا. نعم. بالفعل. واحد كمان الاحصائيات اللي كانت خارجه في الاخر ان احنا تقريبا حوالي اللي بيتقاضى المبلغ الحد الاقصى للاجور ده كله على بعضه حوالي نص مليون، و6 مليون بيتقاضوا الحد الادنى. يعني احنا بنتكلم حتى في توزيع الدخل بالنسبه للموظف داخل الجهاز الاداري الحكومي، صعب جدا ان انا اقول والله 6 مليون دول بياخدوا الحد الادنى وال500 الف بياخدوا الحد الاقصى. نعم. احنا بنتكلم النهارده بالفعل الحكومه لازم ترجع تاني مره اخرى اعاده توزيع هذه العماله الكبيره جدا، وتبتدي تخرج منها ناس النهارده للشهر العقاري، تخرج ناس النهارده للمحاكم، تبتدي تخرج النهارده ناس المدارس. نعم. وهو مبدئيا او ما يبدو في الخطه خطه اعاده الهيكله للمؤسسات الحكوميه. دكتور وائل نحاس خبير التمويل والاستثمار، بنشكر حضرتك جدا. ومشاهدينا نتحول لمجموعه اخرى من الاراء والمقترحات، فعلى مواصل او على مواقع التواصل الاجتماعي مع الاء. اليك يا الاء. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالفعل حنان ما زالت ترد الينا حتى الان مشاركات مشاهدينا حول موضوع الحلقه، ورغم ان هناك عدد من هذه المشاركات يعكس مخاوف من تزايد البطاله في مصر بعد قرار وقف التعيينات او تقنين التعيينات في الحكومه، الا ان هناك ايضا اراء اخرى ترحب بهذا القرار وتراه ضروري في هذا التوقيت، وتطالب ايضا القطاع الخاص بضروره توفير امتيازات للعاملين به مثل التأمين على العاملين في القطاع الخاص. وهناك أيضا مطالبات بضرورة تعديل منظومة التعليم بما يتلائم مع الاحتياجات في مصر الآن. نتعرف معكم الآن على مجموعة من الآراء التي وردت إلينا، ونبدأ مع أحمد أبو العلا. يقول البطالة هي القنبلة الموقوتة في مصر، حيث أنه أصاب الشباب حالة شديدة من اليأس والإحباط وانعدام الأمل في وطن يعشق ترابه كل شاب مصري، وذلك بعد قرار الحكومة في منع التعيينات الحكومية الفترة القادمة. ولذا يجب على الدولة توفير البديل لبث الأمل في الشباب المصري، وذلك عن طريق المشاركة في تطوير القطاع الخاص ووضع شروط مسبقة لتضمن حق العامل والأمان الكامل لمستقبله الوظيفي في هذا القطاع، وأيضا ترغيب الشباب في العمل بالقطاع الخاص. وكذلك على الحكومة أن تقوم بتوزيع الأراضي الصحراوية على الشباب خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة
لتوفير زراعة تلك الأراضي لكي يستفيد منها كل من الشباب والدولة معا، وعلى الحكومة أيضا أن تضع خطة مستقبلية لتقنين حجم البطالة في مصر. وشكرا لأسرة البرنامج، شكرا أحمد. معنا أيضا مشاركة من محمد البهنساوي يقول: أولا تطوير نظم التعليم والتدريب لما لها من دور مهم ورئيسي في، وأيضا إدخال تعليم لغات أجنبية في المرحلة الابتدائية والتدريب على المهن الفنية وغير الفنية المختلفة التي يحتاجها المجتمع المصري لاستكمال بنياني وثقافي المجتمعات الأخرى. كل ذلك من شأنه أن يساهم في خفض معدل البطالة. معنا أيضا تعليق يقول: قرار سليم، فالجهاز الإداري يعاني بشدة من زيادة العاملين به، وهو يدعو لاستغلال الشباب مثلا في استصلاح الأراضي الزراعية وخاصة في الصعيد. معنا أيضا مشاركة من صديق البرنامج بدوي عبد الموجود يقول: ستتمكن الحكومة من القضاء على البطالة بتفعيل دور القطاع الخاص والمصانع والشركات، وأن تقوم الحكومة القطاع الخاص على ضباط العمل والمعاش لتحقيق العدالة الاجتماعية. تعليق أيضا من وليد سعودي يقول: لابد من توفير فرص بديلة، وإلا بعد مرور 5 سنوات ستزداد نسبة البطالة، فإن يتوفر الجامعات وأيضا الشهادات المتوسطة وحتى لا يقفون على باب البطالة خلال هذه الفترة. ولابد على الحكومة عند إصدارها قرار مثل هذا أن تتخذ البدائل المناسبة حتى لا تكون البطالة قنبلة موقوتة. وشكرا لأسرة البرنامج، شكرا وليد. معنا أيضا تعليق من عويض عويضة وهو لا يؤيد هذا القرار، ولكن يطالب القطاع الخاص بالمساهمة في حل هذه المشكلة. مشاهدينا، كانت هذه آخر مجموعة من المشاركات حول موضوع حلقة اليوم. نشكر كل من شاركنا بالرأي، والآن إلى الختام مع حنان الخولي. إليك يا حنان. بشكرك لا، بشكر كل مشاهدينا. وهذه القنبلة الموقوتة، تنمية الكوادر والموارد البشرية هو الحل، والاتجاه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتجاه للتعليم الفني، اتجاه لمتطلبات الأسواق العالمية القطاع العام والميري وما إلى ذلك. عموما حلقتنا بكرة: كيف يمكن الحد من مبالغات أصحاب المهن في تقدير أجورهم؟ نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، وابقوا دائما معنا. النيل هي الأقرب. تحياتي.